أستاذة ندى من الجيزة تتفضل. أستاذة ندى، كريمة، أستاذة ندى سمعاني؟ أيوة أنا. اتفضلي يا أستاذة ندى. حضرتك، أنا أخويا كان عنده ورث، أخويا كان عنده ورث، فالمهم إدانا يعني حاجة، فبعد كده ما بقاش يكلمني، أجي أسلم عليه ما بيرضاش، أجي أسلم عليه ما بيرضاش يسلم عليا، أعمل إيه حضرتك؟ هو دلوقتي انت فاكراه ان هو ما بقاش يكلمك عشان انت خدتي ورثك، كان عايزك تسيبي ورثك يعني؟ هو حضرتك ما اداناش الورث، ادانا حاجه من الورث. يعني انت شايفه ان هو ما بيكلمكيش عشان يتهرب ان هو يديكي بقيه الورث مثلا؟ يعني اداني جزء من الورث، وقلنا عشان ما صله الرحم وكده ما رضيتش اقرص عليه، وكنا هنشتكيه ما رضيناش نشتكيه. طيب انت سؤالك فين؟ سؤالك دلوقتي انت ممكن السؤال اللي انا يعني لو في حاله وفاه ولا حاجه في المنوفيه ما بيكلمنيش. طيب انا ممكن تساليني عن ثلاث حاجات وانا اجاوبك على الثلاث حاجات. تساليني هو اللي عم يعمله ده حلال ولا حرام، وانا اعمل ايه؟ ايوه. واتواصل معاه ولا لا، صح؟ يا ريت. هجاوب حضرتك على الثلاث اسئله. اول حاجه، اللي بيعمله ده حرام، ده اكل اموال الناس بالباطل، ان هو ما يديكيش ميراثك، وديت من المصايب اللي موجوده في المجتمع ولازم نتركها لان ده حرام ولا يجوز شرعا. ده اكل اموال الناس بالباطل، ليس معنى ان ده ميراث ان انا ليا نصيب فيه فخلاص هي ما لهاش حق لان هي بنت، لا، ده نصيبها. والمال اللي عندك ده حرام عليك، ولابد ان انت ترده لها وتديه لها، وحرام عليك ان انت تحتبسه. طيب الحاجه الثانيه، انت تتواصلي معاه ولا لا؟ استمر في التواصل، لان حضرة النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. بتقولي اعمل ايه؟ انت في وسط الكلام كده قلتيلي انا ما رضيتش ارفع قضيه. لو كان لا سبيل لك ان تحصلي على حقك وانت محتاجه ده، يعني ما ينفعش ان واحد يبقى عنده حق وقادر يوصل له حتى لو بالقضاء يروح يتسلف وهو ليه حق. عايزه تسامحي اهلا وسهلا، بس انت لو بتساليني هل اذا انا فعلت هذا اكون آثمه؟ لا. ليه طيب؟ لان ده حقك. وفي بعض الاحيان انت لما بتعملي كده هو من نفسه بيروح جاي وجايب الحق ده ويديهولك. فلذلك حقك وحصولي عليه، ولو حصلت عليه مش هتكوني آثمه.